وجهنا بتغيير مصطلح كبار السن إلى كبار المواطنين، واعتمدنا السياسة الوطنية لكبار المواطنين للارتقاء بجودة حياتهم وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات. كبار المواطنين هم كبار في الخبرة وكبار في العطاء، ولا يمكن تحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي إلا بضمان الحياة الكريمة لهم. هكذا أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله خلال اجتماع مجلس الوزراء في أكتوبر 2018 تقدير دولة الإمارات وأبنائها لكبارهم، وبيّن أن التماسك والتلاحم الأسري والمجتمعي لا يكون إلا بهم، فهم منارة كل بيت وخبرة سنين تمشي على الأرض. وتتضمن السياسة الوطنية لكبار المواطنين مشروع قاعدة بيانات كبار المواطنين وحملة وقاية وبرنامج حماية وبرنامج التقاعد ومبادرة الصحة، كما وفرت مزايا سكنية وخدمات الرعاية النهارية وغيرها الكثير من المبادرات والحملات التي تعنى بكبار المواطنين. هذا واعتمدت حكومة الإمارات عام 2019 قانوناً اتحادياً بشأن حقوق كبار المواطنين، ووفقاً للقانون ينطبق مصطلح كبار المواطنين على كل من يحمل جنسية دولة الإمارات وبلغ 60 عاماً، ويهدف القانون إلى ضمان تمتع كبار المواطنين بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور والمعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم. وفي هذا الإطار أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى دعم الرعاية الصحية لكبار المواطنين في الإمارات، أبرزها توسيع برامج الرعاية الصحية والطبية إضافة إلى عدد من البرامج الطبية وتقديم الرعاية المنزلية وخدمات العيادة الصحية المتنقلة، واستمراراً في نهج تطوير الخدمات المقدمة لفئة كبار المواطنين تنفذ وزارة تنمية المجتمع مبادرات نوعية منها بادرة وصلكم، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لكبار المواطنين من متلقي المساعدات الاجتماعية في مقر سكنهم أو في دور الرعاية والمستشفيات بغرض التعرف على احتياجاتهم وتحديث بياناتهم بشكل دوري.